فجالسهم ستجانسهم. وعلشان توصل للمرتبة ديت، مرتبة إنك تبقى عبد رباني منشغل بالله سبحانه وتعالى، لابد أن ينقطع من قلبك، زي ما ابن عطاء الله السكندري بيقول، لابد أن ينقطع من قلبك شهوة الوصول إلى الله. يعني يبقى حاسس إن هو مش أهل للخير ولا للفضل ولا إن هو ياخد هذه المنزلة، بيبقى شايف نفسه أحقر وأقل من إن هو ياخد المنزلة دي ويوصل للفضل ده. وإنما الأمر كله فضل من الله سبحانه وتعالى، والفضل فضل الله لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثالي.